في هذه اللحظات أي الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوط السادس عشر في المجموعة آخر أشواط الجدام من مسافة 1500 متر في سباق الأصايل الأسبوعي لفئة المفاريد اللي في أول المراكز. هذا هو شعار بن حفيظ اللي في أول المراكز، هذا رقم 18. عدو الذيب لسيد سالم بن ناصر الحفيظ المري في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز من الجانب الأيمن. اللي في ثالث المراكز هذا شاهين السيد راشد الحمد الكعبي، واللي في رابع المراكز السلة إلى أول المراكز في هذه اللحظات رقم 14 هذا هو شاهين السيد مبارك بن سالم بن زهر المري في هذه اللحظات السلة إلى أول المراكز. ثاني المراكز هذا شاهين السيد شهاب بن حمد الوهيبي مع شاهين في ثاني المراكز. الثالثة المراكز هذا الذيب للسيد سالم بن ناصر على حفيظ المري، وفي الرابعة المراكز شاهين للسيد عشان السيد علي المري في علي بن محمد المري في هذه اللحظات في رابع المراكز. أما اللي في خامس المراكز اختلط الحابل بالنابل في هذه اللحظات، اللي في خامس المراكز أرى من الجانب الأيمن شاهين السيد محمد بن جابر آل مسعود. اللي في أول المراكز في هذه اللحظات هذا هو شاهين السيد شهاب بن حمد الوهيبي مع شاهين في أول المراكز. أما اللي في ثاني المراكز هذا هو الذيب للسيد سالم بن ناصر آل حفيظ المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز اللي واصل هذا هو شاهين السيد محمد بن جابر آل مسعود في ثالث المراكز، ولكن شاهين السيد شهاب بن حمد الوهيبي في أول المراكز وسيطر سيطرة تامة. هذا هو شاهين السيد شهاب بن حمد الوهيبي انتزع المركز الأول وسيطر سيطرة تامة. نقول تهانينا والناموس للسيد شهاب بن حمد الوهيبي على فوز شاهين بالمركز الأول في ثاني المراكز. هذا هو شاهين للسيد الذيب للسيد سالم بن ناصر آل حفيظ المري، وفي ثالث المراكز هذا هياض للسيد محمد بن عبد الله المري. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين و 15 ثانية و 36 جزء من الثانية. قلت هانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين.